جزاكم الله خيرا، هل يجوز صوم يوم السبت أم أنه لا يجوز؟ وجهونا إلى هذا الأمر جزاكم الله خيرا. ذهب بعض العلماء إلى كراهة إفراد السبت بالصيام، فإن صيم مع غيره فلا بأس بذلك، لحديث ورد في النهي عن صوم يوم السبت، ولكن هذا الحديث ضعيف. الحمد لله. وعلى كل حال إذا صيم مع غيره فهو أحسن تجنبا للشبهة. طيب نعم. طيب إذا صادف يوم عرفة، إذا صادف يوم عاشوراء، شيخ صالح، إذا صام يوم السبت قضاء عن رمضان أو عن صوم واجب عليه فلا بأس في ذلك. طيب. وكذلك إذا صامه تبعا لغيره، أو صادف يوم عرفة وصامه من أجل يوم عرفة فلا بأس في ذلك. الحمد لله. أو صامه تبعا لأيام البيض. طيب. فلا بأس في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كذلك إذا صادف عاشوراء، شيخ صالح، صوم يوم عاشوراء الأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب. ولا يصام وحده، الأفضل أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده. طيب. إذا لو صادف ذلك وسبقه بيوم أو بعده يوم هذا سبيل